حياكم الله مشاهدينا الأكارم في حوار السلطة لهذا اليوم. مباشرة أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، القاضي وائل عبد اللطيف النائب والوزير الأسبق. حياك الله سيادة القاضي، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. حياك الله، وأرحب بضيفي أيضا الدكتور غازي فيصل، رئيس المركز العراقي للدراسات من عمان. حياك الله دكتور غازي. بسم الله، وحيا الله ضيفك الكريم أستاذ وائل. أهلا وسهلا جزيلا دكتور. حيا دكتور، اسمح لي أبدي سيادة القاضي. سيادة القاضي، خليني عندي عدة محاور اليوم مع حضرتك ودكتور غازي، ومحاور مهمة جدا. خليني أبدي من أول نقطة أساسية اللي هي الآن يبدو عليه الارتكاز في النظام السياسي، يبدو خلقة أو أريد للعراق، والآن بالفعل يطبق أنه يجب أن يبقى العراق ضعيفا منقسما. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك إلى ضيفك الكريم أخ الدكتور غازي فيصل وكادر ومشاهدي القناة الكرام جميعا. بعد 2003 تدري كان ما عندنا الدستور، من 2003 إلى 2004 فأعددنا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية اللي وقعناه في مجلس الحكم في 8/3/2004، فهو اللي بنى النظام السياسي، بنى على أساس النيابية الديمقراطية النيابية البرلمانية اللي هي تقريبا أغلب دول العالم تعمل به. بعد أن تداولنا بالنظام وأنا كنت أحد أعضاء كتابته في الباب الثاني، باب الحقوق والحريات العامة، أيضا تبنينا النظام النيابي البرلماني، وكانت هناك صيحات أنه خلنا نروح للنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي. الحقيقة هو اللي يرهم للشعب العراقي النظام الرئاسي بصراحة يعني. لكن إذا تأخذ النظام الرئاسي مثلا، الأغلبية هم شيعة، فراح ينتخب من قبل، فالرئيس الدولة راح يصير شيعي. رئيس الدولة هو الذي يكلف رئيس مجلس الوزراء، هو اللي يكلفه. نعم. ومن يكلف رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء هو الذي يختار وزارته بحرية، ما حيدخل في شغله، ويعرضهن على الرئيس، وبالتالي تمضي هذا. فالأكراد خافوا، العرب السنة خافوا، الأزيدية خافوا، الصابئة خافوا، قال عن كل شيء ما راح نحصل، فخلونا بهذا النظام، مضينا على هذا النظام. لكن هل أنه إحنا مطبقين هذا النظام بالشكل الصحيح؟ الجواب لا. هل أنه إحنا قاعد نسير على النيابية البرلمانية السليمة اللي تتعاطى بها أغلب دول العالم؟ الجواب لا. أول ما بدوا إجونا، تدي شون إجونا، جيبه $50 $100 كذا، هسه كلهم ناطح السحاب ما شاء الله، ومشاريع عملاقة وكذا كذا. هاي عملية إرشاء المواطن حتى ينتخبني، هاي فتح حالة كثيفة بصراحة يعني. هاي ما بيها مقومات اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ولا باختيار أن يكون عضو في مجلس النواب، السلطة التشريعية اللي منعتها وتتشكل السلطات الأخرى التنفيذية وإلى آخره. جيد. بهذا أقول وبصراحة النظام النيابي البرلماني ما عليه، من وجهة نظري ما عليه عيب أو كذا، لكن العيب في القوى السياسية التي لا تريد أن تطبق النظام النيابي البرلماني بما هو. وأوصلتنا إلى هالمرحلة. وأوصلتنا إلى هذا. شلون راحوا على المحاصصة؟ محاصصة ما تبني بلد. صح. راحوا على اختيار شخصيات ضعيفة جدا لإدارة الدولة، وبالتالي ضعفت الدولة إلى وصلت إلى الهزال. ما تسمع غير البوق والسرقة وسرقة القرن والنفط والحبوب والزراعة والمد. ماكو شيء ما انسرق في هذا البلد، ماكو شيء ما اتكلم عنه العالم ان هذا البلد مغرق الفساد. وانا مو اسميه فساد، اسميه نهب وسرقه، ومو فساد، هذا نهب وسرقه باموال الشعب. انتم كحكومه كسلطه لكم من المال رواتبكم، ما يتبقى هو هذا للشعب، مشاريع، سكن، طرق، كذا الى اخره، فأنتم ماخذينها في الأحملات ما شاء الله، وبالتالي هذه الأمور ما راح تستقيم، ولهذا وصلنا إلى الهزال.
في نظامنا السياسي. خليني ارحب مره اخرى بالدكتور. دكتور غازي حياك الله، ارحب بك مره اخرى. مرحبا مرحبا. اسالك تحديدا يعني الان ما يجري في يعني العمل السياسي، البعض خارج العمل السياسي، القوى السياسيه المعارضه، ايضا الشارع العراقي ايضا يقول لك يبدو ان بعض الاحزاب جاءت وصلت الى السلطه اللي هي ان تساهم بتقويض العمليه السياسيه وان لا يرجع العراق قوي موحد. نعم. عراق ضعيف منقسم. نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى لهذه الدعوة الكريمة، وتحياتي لسيادة القاضي الرائع دائما الأستاذ وائل عبد اللطيف. أعتقد المشكلة تكمن في الأدوات. يعني تفضل سيادة القاضي طرح مسألة النظم وطبيعتها، رئاسي مشترك برلماني إلى آخره، وكل هذه الأنظمة موجودة على اختلافها في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم. يعني العيب هو ليس في هذه النظم، في الأشكال المختلفة للنظم اللي تلبي رغبات وحاجات وطبيعة المجتمعات والدول، لكن المشكلة في طبيعة الأحزاب السياسية التي دخلت العراق بعد 2003 وأصبحت هي القاعدة الأساسية في العملية السياسية وفي النظام السياسي. هذه الأحزاب السياسية هي أحزاب دعوية إسلامية، والأحزاب الدعوية الإسلامية سواء كانت شيعية أو سنية هي في النهاية تذهب إلى الحاكمية لله. هذه الأحزاب في وثائقها، في بياناتها، في نظرياتها، هي لا تذهب إلى تبني النظريات المعاصرة للدولة اللي ظهرت في نهاية القرن الخامس عشر، دولة القانون على يد ميكافيلي ولاحقا مونتسكيو والفصل بين السلطات. كل هذه النظريات هي لا تؤمن بها بالأساس، وبعض التيارات الإسلامية أصلا تكفر جميع النظريات الوضعية للدولة. والإمام خميني بنفسه يعتبر أن الدولة الوضعية هي دولة غير شرعية، وبالتالي يدعو إلى تقويضها وبناء دولة إسلامية. إذن الأداة اللي ساهمت في تطبيق الدستور وحتى مناقشة الدستور وبناء العملية السياسية هي لا تؤمن بالدولة الوضعية ولا بالنظريات المعاصرة للدولة. أنا أعتقد هنا تكمن المشكلة في التناقض بين المفاهيم لهذه الأحزاب وما وضع من دستور ونظام لا ينسجم أصلا مع طبيعة الفلسفة السياسية الدينية. طيب. لهذه الأحزاب. هذه الأحزاب أيضا في نفس الوقت أستاذ نصير يعني هي ذهبت إلى ما تسميه عرف، وأنا أعتقد هذه مسألة جدا خطيرة. عرف ننتخب رئيس كردي ورئيس وزراء شيعي ورئيس برلمان سني، هذا ما موجود بالدستور. عرف نذهب إلى صناديق اقتصادية لشرعنة النهب لهذه الثروات، وهذا ما موجود بالدستور. عرف للمحاصصة، والمحاصصة غير موجودة بالدستور. نعم الدستور يتحدث عن مكونات. أنا درست مادة التنمية السياسية اللي هي نظريات الديمقراطية في كلية الرسوم السياسية بجامعة بغداد، والكتاب موجود طبعته وزارة التعليم العالي. نظريات التنمية السياسية، نظريات الديمقراطية، نظريات النظم المعاصرة تذهب إلى قواعد ومبادئ على اختلاف أشكالها تتعلق بأهمية المشاركة. جي. المشاركة السياسية للمواطنين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية. بما معنى دكتور الأرضية. عذرا. نعم. دكتور، بما معنى أنه فصل للعراق أن يبقى هكذا، يعني لا يمكن أن يكون بلد قوي وقادر أن يكون محوري وأن يلعب دور المحور وأن يكون هو عامل أساسي وما شابه ذلك، خلص فصلت على هذه. نعم هذا موضوع آخر، أن يكون قوي وأن يكون محوري وأن يكون، أنا أعتقد يعني هو فصل أن يكون دولة وضعية ديمقراطية برلمانية نيابية مثل ما تفضل سيادة القاضي، هذا صحيح. لكن الأداة اللي نفذت هذه الفلسفة الموجودة في الدستور اللي هو في النهاية دستور ليبرالي هي ذهبت إلى الأعراف، هي تعمل خارج الدستور، هي لا تطبق الدستور، بمعنى هي لا تحترم الدستور. يعني هنا تكمن المشكلة الجوهرية. إذا ذهبت إلى صياغة نظام يعني لا ينسجم مع الدستور لكن ينسجم مع
طبيعة تصوراتها الخاصة الذاتية الفكرية المذهبية. النظام السياسي الديمقراطي ما له علاقة، هذا 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 شيعي، هذا سني، هذا كردي، هذا عربي، هذا تلكيفي، هذا أزيدي. يعني اليوم بفرنسا ممكن يصير رئيس الجمهورية بروتستانتي، وممكن يصير رئيس الوزراء كاثوليكي، لكن لا أحد يبحث عن المسائل الدينية والمذاهب لهذا الإنسان. يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يكون كاثوليكي، ممكن يكون إنجيلي، ممكن يكون أرثوذكسي، ممكن يكون أيضا بروتستانتي، لكن لا أحد يسأل عن دينه. طيب. يعني المشكلة أن هذه الأحزاب الدينية المذهبية الدعوية ركبت شيء لا ينسجم مع الديمقراطية، ويتناقض مع الديمقراطية، ويتناقض مع الدستور. الدستور يذهب إلى تحقيق مشاركة حقيقية من جميع المكونات، حق الانتخاب، حق المطالبة بالحقوق الوطنية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، التوزيع العادل للثروة، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في التربية، وغيرها من التفاصيل اللي موجودة في الدستور أصلا. نعم، واضحة واضحة سيادة القاضي. نقطة مهمة الآن، بما أنه إحنا وصلنا حضرتك دكتور إلى ما أريد أسميها بهذه الطريقة، يعني العملية السياسية جزء من مهزلة سياسية، مو لو نقول وصلنا للمهزلة السياسية الآن، بعد ممكن وصلنا لو بعد بيها شوي. لا بعد بعد بال 2006 للأسف بدأ عندنا عرف سياسي اللي تحدث عنه الأخ الدكتور. عرف سياسي شنو هذا العرف السياسي؟ رئيس الجمهورية احنا أول مرة اخترناه عربي، لكن الأمور الورقية أزاحت العربي وصارت كردي. رئيس الوزراء الأمور الورقية يعني شتخص الدستور؟ فلوس. هاي تقولي فلوس ورق زي. يعني جابوا رئيس كردي بالفلوس؟ لا هو يدفع حتى يصير رئيس الجمهورية. فالمهم صار عندك عرف سياسي، رئيس الدولة كردي، رئيس الوزراء شيعي، رئيس البرلمان سني. هذه ما موجودة بالدستور أطلاقا، لكن المصيبة أنهم ساروا عليها بحيث سموها عرف سياسي. أنا أسميها عرف سياسي، والخشية أن تتحول إلى عرف دستوري البلوى. يعني بمرور الأيام والسنوات أن تتحول إلى عرف دستوري، ولهذا تشوفهم ما متمسكين بالدستور. الدستور يقول السلطة التشريعية تتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الاتحاد. مضبوط. ليش ما يسوون مجلس الاتحاد؟ عدده قليل، 36 واحد، عمرهم كبير، تجاربهم كبيرة، ممكن أنه إذا صار خلاف بين الحكومة والمجلس النواب ممكن أن يتدخل مجلس الاتحاد، يدقق القوانين، ينظرها نظرة أخرى غير هالحكي اللي قاعد تسمعه من الدورات الماضية في البرلمان. هاي واحد. اثنين، العاصمة بغداد ما يرضون يسوون قانونها، وخالين مجلس محافظة يهيمن على العاصمة بغداد، بينما بغداد هي عاصمة لكل محافظات العراق. ثلاثة، أكو هيئة استحدثناها أسميناها بالهيئة المالية، الهيئة الوطنية لتوزيع الواردات المالية. يعني شلون يقعدون كل المحافظين ويقعدون كل الأقاليم، ولو إحنا عندنا بس إقليم واحد، ونفهم إيش قد الوارد وشلون راح يتوزع على المحافظات. أيضا ما يردون يسوونه. وش النهب يروح؟ أكو نقطة مهمة أخرى. النهب يروح؟ مو الفساد، النهب يروح. يعني ما يردون أي اطلاع تام على ما يجري في الدولة من أموال ومناصب وخازينها بيناتهم هم. ثلاثة، إحنا في البلد اقتصادنا ريعي. يعني إحنا ما عندنا اهتمام بالزراعة، ما عندنا اهتمام بالصناعة، ما عندنا اهتمام بالاستثمار الحقيقي اللي قاعد يصير عندنا استعمار مو استثمار. ما عندنا حتى استثمار بالمراقد المقدسة الموجودة. يعني طب الملايين
يطبون بلاي حتى فيزا وبدون أي أجور وبدون أي إمام، وهاي فوضى. هاي فوضى. يعني هسه إجونا باكستانيين ضايعين بين المحافظات، ما حد عارف وين صاروا وين. ليش؟ لأنه مثلا جايين مشاية أو جايين كذا وكذا. ما نريد نعارض هاي هذا، لكن إحنا نقول إحنا دولة في مفهوم بعد القرن الخامس والعشر بدأت تنبني الدولة. والدولة كيان قانوني، كيان سياسي، كيان اقتصادي، كيان أمني. وحتى المرجع قال الدستور مالكم دستور مدني، وأنا أشجع هذا الدستور لأن مدني. تم أخذيننا للقضايا الإسلامية الصرفة، يطلع لي واحد معمم يقول يا بي العراقيين ترهاب النفط مو كله لكم، ها شمن يشاركنا به؟ قال لا أكو ناس ممكن أتشارككم به. أنت منين تجيب هذا الحكي؟ منين تجيب هذا الكلام؟ هذا في الوقت اللي سابق إلى الدولة ممكن، لكن بعد أن كملت الدولة وانرسم الإطار مالها وحدودها ووضعها وكيانها هذا الكلام ما إلى وجود، ما يجب أن يقال أصلاً. لهذا أنت تلاحظ شرطي يصير مدير عام رأساً، سايق رأسا يحط له رتبة مع العميد، شخص ما مستحق أن يكون سفير يرشحون الجماعة يسمونه سفير. يمو هذا رئيس دولة، هذا رئيس جمهورية في الدولة التي يذهب إليها، هذا لازم يحاط بثقافة، ببرستيج، بأخلاق، بأمور كثيرة. أنتم مش قاعد تسوون هسه مهيئ لهم قائمة من 122 واحد زين، هل أنهم هؤلاء كلهم يصلحون لأن يكونوا سفراء للدولة العراقية؟ هاي الدولة كانت محترمة، هاي الدولة كانت قواعدها أساسية، كان نظامها مستقر، ماكو شخص يقفز. هسه كله قفز وما مختص. يجيبون الزراعة يحطونه بالصناعة، ويجيبون الصناعة يحطونه بالزراعة. هو الهدف أن تبقى هذه العراق بهذه الطريقة، هو الهدف. وهذا هذا مو هدف بالتأكيد، هدم للدولة وهدم لنظامها السياسي. وإلا النظام السياسي ما بي شيء، النيابية البرلمانية تعمل بها أغلب دول العالم بس مو مثل عملنا بها. قبل أسبوع ما تصير الانتخابات تجي لقواني مالت الفلوس من رجال الأعمال المتمتعين هسه ما شاء الله بكل هذا، وهذا فسدته حتى الشعب، حتى الشعب فسدته. الشعب كان يستنكف أن يأخذ فد شيء مقابل الصوت، لكن فسدته يا عمي. كافي هذا اتجاه خاطئ في مسير الدولة، اتجاه خاطئ. وبالتالي يقعدون 5-6 ويتفقون، هذا رئيس جمهورية، هذا رئيس وزراء، هذا رئيس برلمان، انتهى الموضوع. جيد. دكتور غازي، وكأنه العراق يحكم يعني من قبل 5 شخصيات أو 6 شخصيات لنذهب إلى 30 شخصية، هل يعقل أنه 25-30 شخصية أن تتحكم بمصير بلد كبير مثل العراق ذات بعد استراتيجي موجود مهم في المنطقة؟ هل يمكن أن تبقى هذه القصة على ما هي عليه، بأنه يبقى الوضع السياسي على بما نجري اليوم من خلافات وأزمات متراكمة وايضا خلاف سياسي قد يقودنا الى انهيار سياسي؟ البعض يقول لك لا ما يكون انهيار سياسي، لكن في العراق كل شيء وارد. بالتاكيد اتفق معك تماما ومع ما تفضل به مره اخرى بصوره مفصله لاثاره مجموعه قضايا وظواهر خطيره تاصف بالنظام وطبيعه السلوك السياسي للقيادات الحزبيه اللي تفضل بها سيادة القاضي وائل عبد اللطيف. المشكلة أيضا ترجع لطبيعة هذه الشخصيات. يعني أنا يعني كنت ببغداد ب 2003 والاحتلال، وكنا نشوف هذه الشخصيات تطلع بالفضائيات تتحدث وإلى آخره، لكن أنا ما شفت في يوم واحد من عندهم يتحدث عن استراتيجية اقتصادية صناعية زراعية خدمات
للعراق. يعني هذا المنظور غير موجود، وكأنما من وجهة نظر هذا القيادي بالحزب سين أو صاد يعني هذه الأمور ما لهم علاقة بها، يعني هو ما له علاقة بإعادة بناء القاعدة الصناعية اللي ما زال لحد الآن هناك 50,000 مصنع معطل، هو ما له علاقة أنه الزراعة بالعراق تصير تقريبا صفر مهمشة ونستورد 92% من غذائنا من إيران ومن تركيا، المسألة ما تعني أنه الفلاح والاقتصاد الزراعي يعود للانتعاش ويقدم فرصة حقيقية للأمن الغذائي وللمواطنين وعمل فرص عمل، كذلك الصناعة اليوم لما كل هذه المظاهر موجودة إضافة للكوارث الخدمية. زين هناك 16 مليون إنسان عاطل عمل، هناك 6 ملايين إنسان، 12 مليون إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا عالة على 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 سياسات العمل والمشاريع وغيرها لأنه إنسان جاهد. عندنا فوق ال 11 مليون إنسان تحت مستوى خط الفقر، عندنا 4 ملايين إنسان يعيشون بالمدن العشوائية بوضع كارثي، هناك 6 ملايين طفل أيتام بسبب الحروب وأمهاتهم اللي هم مليونين امرأة أرملة. إذن هذا اليتيم ممكن يكون مشروع للعنف، مشروع للانحراف لا سمح الله، وكذلك بالنسبة للمدن العشوائية. يعني شو انتظر من إنسان يعيش ببيوت من التنك والطين مثل ما كانت الأمور الكواخة خلف السدة بالخمسينات من القرن الماضي، هذه كوارث. لكن أنا ما أشوف زعيم حزب من هذه الزعامات كلها يتحدث عن هذه المآسي، ولا واحد من عندهم يتحدث يقول شلون نواجه البطالة بإعادة بناء القاعدة الصناعية بالبلد حتى تمتص هذه الخبرات والقدرات والكفاءات. مع الأسف هناك فجوة عميقة بين هذه القيادات اللي تمسك بزمام الأمور في السلطة وبين مشكلات وقضايا المجتمع، ما أشوفهم يتحدثون عن هموم الناس. يعني اليوم لما نتحدث عن مافيات الجريمة المنظمة، تهريب النفط، قناة الحرة قبل 4 سنين نشرت تقرير مفصل مصور عن تهريب 300,000 برميل نفط يوميا من البصرة، وما زال الآن نسمع كوارث عن هذا التهريب. ما نشوف واحد من عندهم يطلع ويقول لا هذه الظاهرة الخطيرة اللي شفناها بالفضائية، هذه الوثائق علينا أن نحاربها ونواجهها. بالعكس هناك سكوت، سكوت مطبق، والتهريب مستمر، المخدرات مصيبة كارثة. دكتور هم يعني هو الآن الوسطى، يعني الفكرة واصلة إلى الجميع سواء في الداخل وفي الخارج، نحن نحكم بالقانون بالسلاح بالمجتمع بأي شيء تريد، نحن نحكمك نحكمك ما عندنا مشكلة، المهم احنا نبقى بالسلطة. مو الكاره، خليه يحكم لي بالقانون، خليه يطبق الدستور، خليه يطي حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الإنسان، التوزيع العادل للثروة، خليه يطيها. يعني 50 قانون أشار إلى الدستور يفترض أن يشرع من أجل أن يسهل تطبيق الدستور غير مشرعة. إذن هو ما يهم لا الدستور ولا القوانين ولا التشريعات إلا بالقدر تتعلق بمصالح الذاتية والشخصية. أنا يهمني، يعني إحنا نتذكر عبد الكريم قاسم كان يطلع يخطب يحكي عن قضايا الشعب، عن الفقراء، بنى مدينة الثورة، سوى فلاشي، اللي بعده عبد السلام، عبد الرحمن اللي بعده، أكو يعني الحاكم مسؤوليته قضايا الشعب، تلبية المطالب حتى في النظم الديمقراطية المتطورة، تلبية المطالب للناس، مطالب اقتصادية، مطالب سياسية، مطالب أمنية، مطالب اجتماعية، ثقافية، علمية، هي مطالب. ما يعجز النظام عن تلبية هذا المطالب، احنا نتحدث عن نظام فاشل. إذن اليوم النظام في العراق بسبب هذه القيادات اللي يعني تعتبر نفسها كأنما غير معنية بأمور الناس، غير معنية بالبطالة، غير معنية بالفقر، ومرات يكذبوها، والله لا هذه ماكو ما موجود. زين اثبت لي، مو هذه تقارير من البنك الدولي، تقارير من الأمم المتحدة. زين لما نتحدث عن سجون سرية ونتحدث عن خطف للناس وتغييب قسري وانتهاكات، وتجي بعثة من الأمم المتحدة وتقارير هيومان رايتس ووتش، وما لهم علاقة، يعني هم ما معنيين بهذه المسألة. لا يكذب، لا يصحح، لا يضيف، وأكو سكوت مطبق. يعني فهذه إيه، يقول لك الشعب راضي ده يرجع ينتخبني مرة أخرى. لا الشعب لا راضي، لا هذا لا هناك تزوير. يعني كنا نعرف أنه بالانتخابات 2018 طلع يان جوبيتش في مجلس الأمن الدولي وتحدث عن التزوير وعن الانتهاكات وعن الاعتداءات، دكتور وعن الإجبار والإكراه وغيرها من التفاصيل. دكتور من لطفك، بال 2018
احترقت الصناديق، يعني متقصدين ان يحرقوها حرقوها. اجى القاضي قال الارقام مطابقه، قلت له وياها من طابقتها اذا هي ورقاته احترقت؟ يعني فد مهازل مهازل يعني مهازل. طبعا هاي بال 2018 ومرروها ومرروها على خطا وعلى كذب وعلى تزوير وعلى وعلى الى اخره. انتم تردون بالتزوير تقودون البلد، بالكذب تقودون البلد، البلد ما يقاد بهذه الامور صح ابدا صح. طيب دكتور غازي، نقطة جدا مهمة أساسية في هذا القصة، هل سنبقى هذه القوة السياسية حاكمة للعراق؟ شوف أنا أعتقد هناك 80% من شعب العراق مقاطع ولا يذهب للتصويت، واللي يصوت هم 20% اللي لهم. وأنا أريد 80 يروح للانتخابات يا دكتور، أريد 80، أريد 80 الأغلبية الصامتة خد تروح للانتخابات، لا يبقى قاعد بالبيت. هنا النقطة، ال 80% إذا يحصل عندها ثقة إنه ماكو تزوير وماكو تلاعب، زين ومو يروح ويصوت وتالي صوته ينقلب أو يتحرف أو ينحرق، يعني مو أنت يجب أن المواطن أيضا يثق بهذه الأحزاب، يعني أنا لما أروح أصوت للأحزاب شين صاد غير أثق إنه هذه عندها برنامج وهذا البرنامج اقتصادي سياسي حتى برامج ما يسوون. حتى يعني أنا لحد الآن ما أعرف شنو ثقافة هذه الأحزاب ولا سياساتها ولا استراتيجياتها ولا نظرتها الاقتصادية ولا نظرتها السياسية ولا الاجتماعية ولا نظرتها للزراعة أو للصناعة أو للخدم، ما عندهم يعني هسه أي حزب أي انتخابات بالعالم شوفوا الاشتراكي الفرنسي يتحالف مع أحزاب عنده برنامج من 280 صفحة صح يجب أن يطبقه عندما يفوز لأنه جزء من تعهد بينه وبين الناخب، نفس الشيء بقية الأحزاب. طيب. هناك واضح. واضح. لكن احنا مع الأسف احنا هرجة وتهريج وفضايح وتستمر، يعني يان قوبشعد ما قال بالنص أجبروا الناجحين في مخيمات النزوح أن يروحون للانتخابات وينتخبوا قوائم معينة وبخلافه يحرموهم من الغذاء والدعم المادي والدواء وهم لاجئين نازحين بالمخيمات. هذه أمام مجلس الأمن الدولي في من قبل يان قوبيش، يعني من طرحها قلت يعني غير الناس يسوي شيء يسمع راحت حالها حال بقية الأشياء بالفعل. كأن شيئا لم يكن هو هذا اللي أنا أريد أسأل به سيادة القاضي. المشكلة لن تعد هناك أبواب، لن تعد هناك طرق قانونية دستورية شرعية بالداخل بالخارج، كل الطرق مع هذه الطبقة السياسية لن تنفع، لا بانتخابات لا بتظاهرات لا تروح تشتكي بمجلس الأمن لا بكل شيء، وكأنه هم أصحاب حظ بشكل مو طبيعي، خلينا نحكي باللغة العامية أصحاب حظ وعندهم تشانس بالبقاء بالسلطة، يا أما عندهم تشانس بالبقاء بالسلطة يا أما هذه القوة السياسية الكبرى الموجودة في العالم متعمدة بأن تبقي هذه القوة السياسية موجودة في السلطة لإنهاء العراق إلى الآخر بآخر نفس إلى، ولا ماكو شيء ما سووا الناس. يعني أعطاك مثال دكتور غالي فيصل بهذه القصة، والآن الشارع العراقي لو ترجع للواقع سيادة القاضي محبط تماما. أستاذ نصير، كل اللي يفكرون به ثلاث نقاط أساسية، الأولى الأموال والثانية المناصب والثالثة يجب أن تعزز بفصائل مسلحة خلفهم، هذني اللي بحثون عنها. ولهذا في سنة من السنوات أنا أعلنت أعداد الحمايات، مثلا رئيس الجمهورية عنده 4500 واحد، فسألت سؤال أنا رايح هاي قصر السلام وهاي الأماكن هي كلها ثلاث بيوت، هذول وين ينامون؟ شلون يأكلون؟ كم سيارة يصعدون؟ وطبعا تطبيبهم وبنزينهم ومدري شنو مصروفاتهم وروحتهم وجيدهم كلها تنحسب على ميزانية الدولة. اثنين المناصب، القتال مع المناصب، صور احنا هسه بديالة ايش قد صار واقف لهذا 7 أشهر ومشت الامور، نزاع مو بشكل الديمقراطي، تعالوا قعدوا مجلس المحافظة ايش قد عددكم
تعالوا قعدوا وانتخبوا لكم محافظ وانتخبوا رئيس مجلس محافظة وانتخبوا النائب الأول والنائب الثاني وكذا، لكن هاي ديوانية إليك وبغداد إلي. هذا شغل مال ديمقراطية، أنتم قاعد تحجون وقاعد تحجون بالمحاصصة وقاعد تحجون في مصالحكم. اثنين، قد تستغرب إذا تلقى مثلا النائب الأول في مجلس النواب الفوج ماله 375 يعني الحماية. هاي بيا دولة صايرة، يعني صايرة أكو فيش دولة. ذاك اليوم شفت أنا رئيس وزراء الهولندي خلص المدة مالت 14 مدي 15 سنة، خذوا لهم يا صورة ومدري شنو، بس طلع من الباب ركب بايسكله وراح لهله. وهاي شوفها في كل دول العالم، هاي الدول اللي تبحث عن الديمقراطية. احنا نتكلم عن الديمقراطية ولكن احنا مو ديمقراطيين. الديمقراطية تساوي الشفافية. احنا هسه ما قاعد نفتهم البلد شلون قاعد يشتغل. احنا بهالظروف هذا قاعد يتعاركون على تعديل قانون الاحوال الشخصية وقانون العفو العام، عوزهم ما يتكامشون في داخل مجلس النواب. هسه انتم والمنطقة محتمل انه تروح الى نزاع الى قتال الى دنيا الى حرب الى انتم ما قاعد تفكروا لي بس بكام شيلي قانون الاحوال الشخصية شلون تعدلونه، والعفو العام شلون هم تعدلونه او تنفذونه. اكو فد يوم قعدتوا ناقشتوا شنو اللي قاعد يحصل، شنو اللي راح يصير؟ راح يصير حروب. حتى احنا نفتهم، ضيفوا رئيس وزراء، القائد العام قوات مسلحة، ضيفوا وزير الدفاع، وزير الداخلية، الأمن الوطني، المخابرات، الاستخبارات، خلنا نفتهم حتى نعرف وضعنا شنو. احنا نشترك بالحروب، خارج الحرب احنا، إيران راح تضرب ما تضرب، شنو الوضع مع لبنان، شنو الوضع مع سوريا، شنو الوضع مع اليمن. اكو أمور قاعد تغلي غليان، وانتم وين ولا كان يما انتم ولا عندكم علاقه بيها. انتم غير سلطه الشعب، انتم المنتخبين من الشعب. احنا عيوننا يمكم، اذهاننا يمكم. من تنعقد الجلسه نبقى نراقبها، ياهو اللي بدا يحكي زين، ياهو اللي يخربط الامور، ياهو اللي ما يريد يمشي لهذا. فاحنا يا عزيزي استاذ نصير بصراحه جابها الأستاذ على تهريب النفط، كانت طواشة وطلعنا بيها أنا ومثال الآلوسي، لأن طلع بيها مدير الجمارك. قال له ولك أنت سوريش جايبك، وين اللي هذا وين؟ قال له أنا منو جابك؟ قال له ما أقدر أحكي، ما سيدي قتلوني. قال له أنت منين؟ قال أنا من إيران. أنت إيش جابك؟ شلون صعدت هنا؟ هاي الطواشة يجمعون بيها كل النفوطات. هذا جايب له 5 طن، هذا 3، هذا 2، هذا 1، هذا 4، كذا يجمعون هنا بهاي. هاي نسبة الطواشة إلى التمور من توقع بالقاع يطوشونها. فهاي نفس الشيء. شنو اللي صار؟ لما زهق هذا مدير الجمارك وهو فوق الطواشة، ثاني يوم سيارته انكتل بيها في كربلاء. يعني لا تحشوا هذا الموضوع. صارت وراها النفط مال الزبير انباق وصل لبيجي، صارت وراها سرقة القرين، صارت وراها مالت الضرائب، صارت مال واحد حنطة يبيع يدخلهن للسايلوات، يبيعهن ويطلعهن، يبيع السايلو ثاني يبيعهن وثالث ورابع وهكذا. وهو قاعد يذني طلعن ويدخل. عمي احنا في كيان دولة، الجواب لا، الله ساترنا. بس الله سبحانه وتعالى ساترنا، لانه هسه الازيدي مرتاح. الجواب لا، عندكم وئام وسلام بين الحكومه الاتحاديه وكردستان. الجواب لا. شنو المشكله على توطين الرواتب؟ عرفت ليش استاذ نصير؟ ليش يصر اخواننا الكرد ان العقد الذي يبرم مع التي بي اي لازم يكون باللغه الانجليزيه؟ زين هذا منطق؟ يعني احنا عندنا لغتين اجزناهن، اللغه العربيه واللغه الكرديه بالدستور. واللغه العربيه بالمنطقه الواسعه جدا 15 محافظه تحكي لغه عربيه. هاي المسائل
ما تخلي بلد يستقر، ما تخلي بلد يتدرج يتطور. يعني احنا المفروض من بدينا بال 2006 المفروض احنا الان وضعنا يختلف عن هذا الوضع. صح. واذا الكهرباء بعد هي، واذا الامن الغذائي ما كلش مستتيب، الوضع الامني في كثير من حالاته ايضا ما مستتيب، الفقراء بدوا يزدادون، الاطفال اللي تسربوا من المدارس قاعد يكثرون، امراض المسرطنه عندنا في البصره بشيء يعني مصيبه، وهاي السلبيات كلها ما حد إلى شغل بيها. إلى شغل وين المنصب مالي؟ وش قد راتبي؟ وش قد انا احصل بهاي القضيه وذيك القضيه؟ ما عندهم شغل ويا الشعب. زين، طيب سيد الدكتور غازي، كيف يدار العراق الان؟ يعني هي لا توجد إدارة حقيقية سياسية أو إدارة اقتصادية أو إدارة اجتماعية ثقافية، هي إدارة أحزاب عبر صفقات. يعني هو وضع بعيد عن الإدارة، ولهذا السبب احنا وصلنا بالعراق إلى الفوضى، الفوضى الأمنية، الفوضى الاقتصادية، الفوضى السياسية. يعني أنا ما أعتقد أن هناك إدارة، لأن لو كان هناك إدارة، الإدارة علم، ولو كان هناك إدارة لكان وضعت خطط وبرامج واستراتيجيات وسياسات. نعم، يوجد اليوم برنامج لمجلس الوزراء تم إقراره، لكن كم استطاع مجلس الوزراء وفعل الضغوط اللي سلطها الإطار التنسيقي على عمله كمجلس وكرئيس وزراء وكمجلس نواب، وصلنا إلى نقطة الفشل. يعني أين هي النجاحات الحقيقية؟ هل قيمة الدولار تحسنت؟ هل موضوع المصارف الوهمية، البنوك الوهمية، العقود الوهمية، الفساد المالي، الشركات الوهمية؟ يعني البلد يعيش حالة من الفوضى لانعدام الإدارة. ومثل ما أشرت، وأيضا مثل ما أشار سيادة القاضي، لا يوجد لدى هذه القيادات فلسفة أو استراتيجية أو سياسة للبحث عن هموم الناس، عن هموم الناس. يعني هو باقي بالسلطة، ما تهم القضية دكتور غازي، هو باقي بالسلطة ومتجذر بالسلطة، بالضبط، عنده المال، عنده السلاح، كل شيء موجود عنده، ما يهم الشعب. هو يهمه مصالحه الذاتية. طيب. مصالحه الذاتية، مصالحه الشخصية، مثل لما ناقشنا قبل كم يوم موضوع جواز السفر الدبلوماسي. يعني هو حتى النقاشات في مجلس النواب تلاحظ هناك مصالح ذاتية، الرواتب، السيارات، المكاسب، القوانين اللي تخصهم، التعديلات اللي تخصهم، وكأنما هذا المجلس هو شيء شخصي. يعني دكتور، أنت تتحدث بنقطة جدا مهمة مع حضرتك. أنت لما تشوف الفواعل الخارجية هي غير راضية عن الوضع السياسي في العراق، لكن بنفس الوقت تشوف المعطيات والواقع، أنه لما تقعد تتحدث وياهم يقول لك والله أنا ما راضي على إدارة العراق، ما راضي على هذه الطبقة السياسية، بس تشوف المعطيات والواقع أنه هذا الفاعل الخارجي هو داعم لهذه الطبقة السياسية. شوف، يعني احنا اذا لاحظ مثلا احاديث السفيره الامريكيه او البريطاني او غيره او الفرنسي، يعني هو ما يذهب نحو فكره التدخل في الشؤون السياديه للعراق عبر التصريحات الرسميه المعلنه. وهو يعتقد ان هذا النظام اللي تم وضعه في دستور 2005 هو كنظام ديمقراطي، دستور ديمقراطي ممكن يقود البلد للتوازن. هو يراهن على الانتخابات، لكن هو ايضا يدرك في نفس الوقت بالتأكيد حجم التزوير، حجم الفساد المالي، لأن كل هذه المعلومات موثقة إذا عن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي، عن طريق البيانات اللي تصدر. يعني لما يطلع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ويقول حجم الفساد والتبذير بلغ أكثر من تريليون دولار وراح إلى قانون لمواجهة الفساد وغيرها من التفاصيل في عينها، زين والنتيجة وين هالتريليون دولار؟ اليوم نتحدث عن انفاق 1950 مليار دولار حجم عائدات البترول من 2003 لليوم، ممكن تبني 15 دولة، وما زلنا نعيش في بلد
كارثي. طيب. كارثي على صعيد الاقتصاد، الزراعة، الكهرباء. يعني أنت الكهرباء اليوم بسبب عدم الوصول إلى تحقيق 50,000 أو 40,000 ميجا وات، العراق يخسر سنوياً 45 مليار دولار، لأن انعدام الكهرباء يعني عدم تشغيل المصانع وعدم تشغيل المزارع. فالقضايا مرتبطة، يعني لا يمكن أن تهمل الكهرباء وتريد تسوي صناعة. عراق ضعيف، عراق منقسم، وين حيقودنا؟ يقودنا الخراب، يعني يقودنا أما الحرب أهلية لا سمح الله، أما الصراعات. يعني المنطقة اللي تدار به الدولة منطق خطير. يعني تتذكر جنابك من كان هناك أحداث تشرين، رأساً واجه أنه ذو العملاء وخونا عملاء إسرائيل وعملاء السعودية وعملاء أمريكا وجواسيس أولاد السفارة، قتلوهم. زين شنو قتلوهم؟ افرض ان هذا الانسان عميل، امنت بالله، حيل القضاء للعداله حاكمه، خلي نشوفها بمحاكمات علنيه حتى نعرف انه هذا عميل. اما انت تقتله، روائيين قتلوا في كربلاء من النشطاء السياسيين المثقفين في كربلاء، قتلوا بكواتم. الدكتور الهاشمي يعني قتل بطريقه، يعني والله عميل، ادري ما يخالف عميل اصدقك، طلع لي بالمحكمه، طلع الوثائق. اما تروح تصفيه تقتله تحكم عليه بالاعدام بكيفك، شنو هاي غابه، مو لا جي. قانون ولا خلي دولة خلي ولا نظام ولا حتى دين. يعني ممتاز. خلي سياده القاضي، سياده القاضي، هذه تتحدثون عن فوضى، تتحدثون عن فساد اداري مالي، سوء اداره الدوله، سوء استخدام القرار في كل المفاصل اللي موجوده، تمام، والبعض يستخدم قراراته لمصالح شخصيه، وين حتقودنا؟ وين حتودي البلد؟ احنا لابد ان نعمل على اجراءات تصحيحيه في مسار العمليه السياسيه. والمسار التصحيحي يبدا من هذول اللي يبتعدون، ما علي شعلي ما اروح يا معوض، هذول فاسدين، هذا خطا، هذا راح سنه بعد سنه، دوره بعد دوره قاعد يتجدد ويتطور ويتجذر. واكو كثير من كفاءات العراق مبعدينهم. لازم تاتي كوادر العراق، لازم تاتي الى سده الحكم، ويبتعدون المزورين والجهله والأشخاص الآخرين الذين وضعوا في أماكن لا تناسبهم. وبالتالي هذا ممكن أن الحركات الديمقراطية الآن اللي نتأمل من عندها خير إن شاء الله على الانتخابات القادمة أن تغير شيء في الوضع الديمقراطي في هذا البلد. يعني فقط بقيت تعول على الموضوع الديمقراطي بيتشار. نعم إحنا بس تربع هذه القوة السياسية، حتبقى القوة الفاعل الخارجية والمال والسلطة هي مساندتها بالانتخابات. أعتقد أنت قاعد تشوف نتيجة انتخابات 2018 و21، تمام، تراجع عندهم، أكو تراجع كبير، لكن ماكو بديل الآن. أعتقد توفر البديل، وهو توفر البديل، يعني أكو أكثر من 25 حزب ديمقراطي الآن يسعى إلى تكوين كتلة كاملة. حلو. ويدخل إلى الانتخابات في المرحلة القادمة، وبها شخصيات كلها ما شاء الله يعني ممتازة جدا، ونتأمل أنه يقدرون يحققون فد شيء في المستقبل إن شاء الله. شكرا لحضرتك سيادة القاضي، القاضي وائل عبد اللطيف نائب الوزير الأسبق، أيضا تحياتي وتقديري لحضرتك الدكتور غازي فيصل رئيس المركز العراقي. شكرا دكتور للدراسات، وأتمنى لكم كل التوفيق. أما أنتم مشاهدين الأكارم، شكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.